يا نبض الأزهر قم فينا وشوف الدنيا نسرينا جامعة تسمو بالخير وتبث السعد بوادينا. يا نبض الأزهر قم فينا وشوف الدنيا نسرينا جامعة تسمو بالخير وتبث السعد بوادينا. أسرتنا حب وعطاء تسري بالخير وتسرينا. أسرتنا نبض بإخاء تجمعنا حبا وحنينا. انفلونزا فايروس، احنا كده خلصنا من اللي فات. خلينا ناخد واحد مهم جدا 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 جدا، مهم لاسباب كتير، مهم لانه احنا مرينا السنين اللي فاتت بكارثتين كبار. كارثه انفلونزا الطيور الاول، ثم كارثه انفلونزا الخنازير، صح؟ حلايب وشلاتين تبع الليم فيو. نعم، حلايب وشلاتين. حلايب وشلاتين بقى، ما انت قلت في كارثه حصلت في حلايب وشلاتين. لا، قصه حلايب وشلاتين هي القصه اللي هم كانوا رافضين الفاكسين، زي الموضوع اللي بتحكي عن نيجيريا. كانوا بيضربوا بتوع وزاره الصحه ومنعوا ان هم ياخدوا الطعمات. تمام؟ وعشان كده في مناطق فعلا انت ما بتعرفش تسجل ايه اللي عندهم. على سبيل المثال في مناطق في مصر انت ما انتش عارف ايه الديزيز اللي هناك وايه اللي مش هناك، لانه ما فيش كوردنج اصلا للاسف الشديد يعني. ليه؟ مشكله من البنتريشن او انك توصل للكوميونتي ده، ومشكله كمان ساعات في الكوميونتي نفسه. وده نابع من ايه؟ لانه مفيش تراست في الحكومه. احنا اتزرع فينا قله الثقه باي حكومه، حتى لو الحكومه دي شويه رسل وانبياء. طالما حكومه القصه اللي فعلا اختلفت، بيقول لك الكرسي بيغير الراس. احنا ده نابع من ايه؟ او ممكن يتغير ازاي؟ هيتغير بحاجه واحده بس، الشفافيه. ايه اللي مخلي واحد زي باسم عوده الناس كلها بتحلف بيه؟ رغم انه اداؤه العادي، المفروض ان اي وزير يبقى كده. انا مش هقول ان هو حاجه وحشه، انا بقول ان هو ده الستاندرد الطبيعي يا جماعه. يعني الوزير لازم يعمل كده، بس الناس طايره بيه ليه؟ والناس حاسه ان هو عامل العمليه مش طبيعيه ليه؟ مش عشان فكره شغال، ما هو المفروض يبقى شغال يا جماعه. ما هو الوزير جاي عشان يشتغل. عاملين على كده، انا مش عايز الكونسيبت ده يبقى عندكم. الوزير جاي يعمل ايه؟ جاي يشتغل. هي رقم واحد، عشان احنا مش متعودين فعلا انه يشتغل. الحاجه الثانيه الشفافيه، الراجل بيطلع يقول لك في دقيق بيتسرق، في كذا بيحصل، في جامعه، فبيقول لك داتا وبيانات وارقام، وانا اسف وهحاول وهعمل وعملت، صح؟ ما بيطلعش يقول لك في مؤامره وما اعرفش بيعملوا وبيسووا وتيجي تسال حاجه مش قادر خالص. مفيش، هي دي مصيبه، وعشان كده مفيش كريديبيلتي. بس يعني الثقه بتفقد من الحته دي. ماشي، خلينا نكمل. انفلونزا وايروس. على سيره الشفافيه وعلى سيره القصه، يعني هو وضع السياسه اثر في حياتنا بشكل عنيف جدا. انا لم انسى انه كان انفلونزا الطيور اول ما بدات في شرق اسيا. وعلى فكره بدات قبل ما تيجي مصر هنا بحوالي سنتين كاملين او 3 سنين، كويس؟ وبدات الالارمز كده، يا جماعه في وباء ينتشر في الحته بتاعت شرق اسيا وجنوب شرق اسيا، تمام؟ بعيد عننا. مصر ليست تونس، عارفين عادي. مصر ليست باكستان ولا ليست اسيا، يعني احنا مالنا يا جماعه؟ طب يعني، وفعلا دكاتره كتير واساتذه كتير بدات تتكلم في القصه دي، ولا حياتنا لم تنال. فرنسا تقول ايه يا عم؟ احنا عندنا طيور. طبعا اللي بيتكلم كده مش فاهم، مش بلد مش فاهمها. احنا واحده من اهم البلاد اللي فيها حركه طيور مهاجره. ما اعرفش تعرفين كده، مش عارفين. احنا واحده من اهم البلاد اللي فصل الشتاء كل الطيور تروح جايه من اوروبا عشان تنزل ايه تشتي عندنا. اول ما الشتاء بتاعنا يخلص يبدا الصيف يروحوا راجعين على اوروبا تاني. فحضرتك ببساطة شديدة جدا واحدة من الدول اللي سهل جدا يجي ليها انفلونزا الطيور. وقد كان بعد 3 سنين او سنتين ونص من ظهورها في اسيا ظهرت عندنا. ليه؟ عشان مصر ليست تونس، عشان ما خدناش بروتكتيف ميجرز. المصيبة الأكبر اللي هيتحمل وزرها الناس دي اللي كانت مسؤولة عن بلد في ساعتها، إن مصر دلوقتي بقت واحدة ولا فخر من بلاد المعدودة على الصوابع في العالم كله اللي انفلونزا الطيور انديميك فيها. بقى ديزيز اندمج عندنا، يعني الديزيز عندنا وعندنا حالات بتموت منه. تخيل القصه. بس الحمد لله هي اعلاميا القصه ايه؟ الكاميرا بعدت شويه عن الموضوع، مش فاضيين لها، كانت اتسلطت شويه على الكاميرا وبعد كده على الخنازير وبعد كده دخلنا على الثوره، فعشان كده الكاميرا مش شايفه موضوع انفلونزا الطيور. انتوا متخيلين القصه؟ والحمد لله رب العالمين، يعني الامور ماشيه. بس الفيروس لا زال موجود وبيموت طيور كتيره، وفي ناس بتعيا منه وبيعمل كوارث. انفلونزا الطيور وزوي هنحكي عنه بتفاصيل كلمتين صغيرين. وبعدين سمعنا تاني بالكارثه بتاعت انفلونزا الخنازير واللي اتعمل علينا شغل فيها بالهبل.
اتعمل على العالم اكبر اشتغاله بسبب انفلونزا الخنازير دي، اكبر اكبر مصابايا في التاريخ انفلونزا الخنازير. وزويد هو ديزيز، وديزيز عنيف مش حاجه هبله، بس ما بيموتش، مش فيك ديزيز، مش زي انفلونزا الطيور. تعالوا نفهم القصه دي لما نتفرج مع بعض على الانفلونزا فايروس. الانفلونزا ببساطه شديده جدا يا شباب عندنا منها ثلاث انواع، A و B و C. وعلى فكره التقسيمه دي ما جاتش اعتباطا، هي جت لانه في كور بروتينز، بروتينات جوه الكور اسميها كده، في A و B و C، فسموا A بالـ A و B و B وهكذا. على فكره لقوا ان الـ A هو اللي بيعمل سيفير انفكشن، هو العنيف، هو الاعنف، الـ C اخيب واحد اللي ممكن ما يعملش اي سيمبتومز، بيعمل مايل سيمبتومز او مايل سيمبتومز. لقوا كمان ان الـ C اكتر حد ستيبل، انما اكتر حد نون ستيبل هو الـ A، ده اللي بيغير من نفسه كتير قوي. كويس؟ طيب ادي تقسيمه حسب الكور بروتينز، انما في تقسيمه ثانيه يا شباب على حسب الهوست. يعني في انفلونزا تيجي للبني ادمين، في انفلونزا تيجي للخنازير، في انفلونزا تيجي للحصانه، في انفلونزا تيجي للحيتان. ده جت اول ما هو الحيتان دي ثدييات عندها رمل، عارفين كده عندها سبايك سيستم زي بتاعنا، عارفين كده مش عارفين؟ الحوت ما بيبطش بيولد بيرضع، الكلام ده والله ده ثدييات. طيب بس انا علي يعني تنقوا ماما ويل. اقول لك لا الحوت مش لبن عصفور. الطيور انفلونزا الطيور، خلي بالك كل نوع من انواع الانفلونزا دي هو فيه لكائن لسبيشيز معينه بعينها، والقاعده انه ما ينفعش يتنقل من واحد للتاني، يعني القاعده اللي بعد البلازمين ليهم، الحيتان ليهم، الطيور ليهم بس. كويس؟ يتنقل ازاي الانفلونزا؟ بيتنقل في التروبلت، سهل جدا لو واحد ديزيز هينقل للناس التانيه. الانفلونزا فايروس عشان نفهمه مهم جدا نفهم القصه بتاعته الاول قبل ما نخش حتى في الكلينيكال بيكتشر. الانفلونزا فايروس وانا هرجع لاول سلايد خالص، ده الاستراكشر بتاعه، احنا اتفقنا جوه في كور بروتينز جنب الار ان اي بتاعه عباره عن اي او بي او سي، عشان كده بنسميه اي او بي او سي. الار ان اي بتاع الانفلونزا كمان يا شباب مهم جدا حضرتك تعرف انها سيجمنتد، بتقسم ثمان قطع. يمكن كنت قلت لكم الحكايه دي في اول حصه، التقطيع دي بتخلي انه سهل جدا يحصل انتيجينيك تشينجز جوه الفيروس نفسه. كمان لو جينا نبص بره هنلاقي الفيروس ده انفلوت، وان الانفلوت طالع منه لونين، اصفر واخضر، اصفر واخضر، ايه دول؟ دول نوعين من الجلايكوبروتينز سبايكس اللي طالعه لي من الفيروس ده. واحد اسمه اتش اي والثاني اسمه ان اي. يعني واحد اسمه ايه يا شباب؟ اتش اي والثاني اسمه ان اي، وليكن الاحمر والازرق اللي امسكهم في ايدي. ال H A اسمه هيت اجلوتونين، وال N A اسمه نيورو امينيديز. صح ما يا جماعه دي يعني ما تناموش كده قوي، التعامل الشديد يا عم، التعامل الشديد عشان الناس تصحصح معايا يا شباب. اللي يحس انه نايمان يقف يسترتش كده نفسه، ياخد نفس حوالي يصحصح، يعملوا اي منظر، ما تناموش خلاص اجمدوا كده معايا يلا. يبقى H A او N A الاثنين موجودين، H A وال N A موجودين على السيرفس بتاع الانفلونزا فيروس. ال ان اي اسمه نيورو امينيديز. اصل القصه ببساطه ايه؟ بصوا شباب مرتبط بحياتي. النهارده لما الفيروس عايز يجي يمسك على الابيثيريال سيلز مش فيها طبقه ميوكس، فيجي ينزل بال ان اي الاول يدوب الطبقه بتاعت الميوكس، وكانه هي دي ادي طبقه الميوكس هنا اهي فوق السيلز بتاعتي، فنيورو امينيديز انزيماتيك اكشن، فينزل يبدا يدوب 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 طبقه الميوكس فبقت السيلز. فالاتش اي يعرف يعمل ادهيجن او اتاتشمنت على الايه؟ على السيلز بتاعته. وصلت القصه؟ على فكره نفس القصه هو خارج الان اي وفاتح له السكه في السيل عشان يعرف يخرج من السيل وهو بيخرج بعد الريبليكيشن سايكل. خلاص يا شباب؟ يبقى ده الفانكشن بتاع كل واحد من الاثنين. بس استنى كمان عايزين نتكلم، كل واحد بيفكرني بحاجه مهمه قوي. بيفكرني بيا انا كده زي حالتي. يعني تعال يعني تخيل، تخيل ادي انا كل مره باجي ليكوا هنا بنفس الطقم، نفس القميص البنطلون الكحلي والقميص المقلم ده. كويس؟ فلو انا جاي ماشي من عند البوابه وهو بكره كده عند الشباك زي ما هو واقف، تمام؟ مش شايف وشي لسه بس شايف بنطلون كحلي وقميص مقلم، هيقول ده مين؟ دكتور احمد. دكتور احمد جه، صح؟ فاللي هيبقى بره هيجي، واللي مش عارف ايه هيجي، واللي بدا الناس تقعد، واللي كان بسيجاره يطفيها، واللي بيكلم مش عارف الموز زي كده يعني. المهم يعني نبدا نستعد ان في حاجه هنعملها، صح؟ ده معناه ايه؟ ان انتوا خلاص ارتبط بذهنكم انه في تو انتيجنز عندي محددين ليا. لكن تخيل كده ان ربنا فتح عليا وخدت علاوه
مش لقيت قميص جديد. بس قميص ابيض مثلا على ايه؟ على البنطلون الكحلي. ابو بكر النضورجي اللي واقف يبص من الشباك ده، انا كنت هيعرف ان انا ولا مش هيعرف. والله يا جماعه في واحد جاي لابس بنطلون شبه بتاع الدكتور احمد، بس خير الله ما جعله، لابس قميص ابيض. شوف يا ترى هو ولا مش هو؟ فجزء مننا احتياطي كده من استع... يمكن يبقى هو داري يا عم الحاجه، تعالى نقعد تعالى نظبط الدنيا صح؟ لكن في جزء تاني ما نتاكد بقى. طب لما ربنا يفتح عليا قوي بقى واكون ورثت مثلا، طلع لي عم في البرازيل او اي حد كده مريش، واشتريت طقم كامل بقى بنطلون جديد وقميص جديد، هتظن كله لا يمكن بقى حد هيتعرف عليا رايح بعيد ان انا وشي مش باين قوي، فساعتها الانتيجنز بتاعتي او الحاجتين اللي كانوا مميزين ليا الاثنين اتغيروا، فهو ساعتها مش هيشوفه، مش هيعرف، هبقى بالنسبه لي جديد فاجئ، اعمل كبسه بجد صح. هو ده بالظبط اللي بيعمله الانفلونزا فايروس، هو ده بالظبط اللي بيعمله الانفلونزا فايروس. يعني ايه بقى الانفلونزا فايروس؟ زي ما احنا شفنا كان عنده اثنين انتيجنز اتش اي وان اي صح. طيب هو عنده نوعين من الانتيجينيك فاريشنز، يعني في طريقتين يغير بيهم الانتيجينيست بتاعه، يا اما يغير القميص والبنطلون يعني يغير الاتش اي والان اي، يا اما يغير واحد منهم بس، يا الاتش اي يا الان اي. يا يغير اتش اي او يغير ان اي، وبالتالي في عندي نوعين من الانتيجينيك تشينجز ممكن تصل من الانفلونزا، انتيجينيك شيفت وانتيجينيك دريفت. الانتيجينيك شيفت دي ميجور تشينج، يعني هيغير فيها ايه؟ الاثنين. وعشان كده الجسم اللي هيجي له الفيروس ده هيتعامل مع الفيروس كانه فيروس جديد، اول مره يشوفه، مفيش بريفيس اكسبوجر، مفيش اميون ريسبونس اتكون ضده قبل كده، ويجيب سيفير ديزيز. انما الانتيجينيك دريفت دي مايلد تشينجز، بتحصل في واحده من الاثنين، هيجيب مايلد ديزيز لو جه، لانه في بارشال اميونيتي ممكن تكون عندنا انتي بوديز اجينست واحد من الاثنين دول. ليه يا شباب؟ يبقى دي فكره بمنتهى البساطه في الانتيجينيك شيفت ودريفت بتوع الانفلونزا، والاثنين دول مهمين جدا في الامتحان. لكن لا تنسى الميجور تشينجز اللي هي انتيجينيك شيفت دي ممكن تحصل كل 7-8 سنين، الانتيجينيك دريفت ممكن تحصل كل سنتين او اقل، تمام؟ فينتج الانواع الجديده من الفيروس ده. في نقطه مهمه قوي كده ليها علاقه بالبيجز او الخنازير. اشمعنى يعني موضوع الخنازير كان خد ضجه اكبر شويه من موضوع الطيور؟ انا في الاسلام كنت كده بتوريكم ان كل نوع من انواع الكائنات الحيه انفلونزا خاصه بيه صح؟ سبحان الله وما ينفعش يجي له نوع تاني. سبحان الله الخنزير هو الكائن الوحيد اللي ينفع يجي له كل انواع الانفلونزا في نفس الوقت. كل انواع الانفلونزا في نفس الوقت. ده معناه ايه بقى يا معلم؟ معناه انه ممكن يخش له هيومن انفلونزا وايفيان انفلونزا اللي هي بتاعت الطيور وسواين انفلونزا اللي هو بتاعت الخنازير، الثلاثه قاعدين جوه بيلعبوا في جسم مين؟ في الريسبار سيستم بتاعه. وساعتها يحصل حاجه بنسميها جين ري اسورتمنت، كانه اعاده توزيع للجينات، فينتج لي فيروس جديد لانك عمل كومبليت تشينجز، يبقى فيروس جديد خالص. ساعتها لو لا قدر الله ده، تخيل بقى انت كده عملت لك كنت بتدلل رعبنا ايام انفلونزا الخنازير، انه الانفلونزا الطيور كان فيروس فيتال، كان بيجيب سيفير النس، يعمل نمونيا فيرال نمونيا وكان يموت بالذات الستات الحوامل والناس اللي عندها كرونيك النس. بس كان انفلونزا الطيور ما بيتنقلش من من لمن، من هيومن لهيومن، كان بيتنقل بس من طيور لبني ادمين. انفلونزا الخنازير اللي ظهرت كانت مشكلتها انها عندها القدره انها تتنقل من من لمن. تخيل لو كان حصل الكوكتيل ده واتضرب الخلاط جوه الخنزير طلع عندنا فيروس يتنقل من لمن بنفس الباور بتاعت انفلونزا الطيور، كانت هتبقى كارثه حقيقيه. وعشان كده وزاره الصحه ايامها هم خدوا درس لما ضربوا بالقفا ايام انفلونزا الطيور، ايام انفلونزا الخنازير، مش متخيلين مقابر جماعيه اتحفرت، مش عارف عن والله العظيم. لو كان حصل الكوكتيل الجديد ده كانت تبقى كارثه حقيقيه. نيجي نقف عند حته مهمه جدا اللي هي الانترفنشن اوف انفلونزا. خليني اقول قبل ما اتكلم عن الانترفنشن كلينيكال بيكتشر، الكلينيكال بيكتشر بتاعتنا مهمه جدا. فيفر درجه حراره عاليه 39 او 40. رقم اثنين بوني اكس ومايالجيا، يعني تلاقي العيان جسمه مكسر. اذا انت بقيت تشتري ترش، ما هو مش شرط خالص. موضوع الرش ده مش شرط خالص، ده انت تلاقي العيان زي ما بحكي لك فيفر بوني اكس ومايالجيا ودراي كاف، بيكح كح انا شفته.
دي العلامات اللي تخليك تسجست ان دي ماشيه سكت مين يا شباب الفلوات زي باقي الحاجات ممكن تحصل بعد كده زائد وطبعا الهيدك معاها ممكن يحصل معاك بس على فكره الفيفر دي يا شباب تمام ما هياش ناتجه عن الفيرينيا مفيش فيرينيا في البلازما الانفلونزا عباره عن لوكال انفكشن يعني فيروس بس من ابر سبكتر امال الفيفر دي بتحصل ليه؟ من السيتوكاينز اللي بتحصل من الانفلاميشن السيتوكاينز اللي بتطلع بكميات كبيره من الانفلاميشن فهمنا يا شباب؟ الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل نمونيا والنمونيا حاجتين يا اما برايمري سكندري نمونيا برايمري يعني الفيروس نفسه ينزل لتحت او سكندري يعني يحصل سكندري انفكشن لكن واحده من اهم الكومبليكيشنز ريس سندروم ايه السندروم دي بتحصل ايه اللي بيحصل فيها؟ بيحصل فاتي انفلتريشن في الليفر وانكيفالوباثي والعيان ممكن يموت دي بتحصل انت يا شباب لو لا قدر الله عندي طفل صغير كان عنده انفلونزا اي او بي او باسيلا زوستر وانا اديته في نفس الفتره دي اسمع عشان كده اوعى حطها حلقه في ودنك من هنا ربك موت ان شاء الله اوعى عيل صغير لغايه سن 12 سنه يسخن تقوم تديله اسبرين اوعى ليه يا دكتور ما انت مش عارف سبب السخونيه شفت انفلونزا اي او بي او باسيلا ما تعرفش اوعى تديله اسبرين لانه ممكن يخش قصه ريس سندروم اللي هي في خلاص ما ننساش الحاجه المميزه ليه في اللاب دايجنوستس ان احنا ممكن نستخدم الانفرميتد ايج وكمان حتى الانفرميتد ايج ممكن نستخدم في البروفيشن اوف فاكسين كمان من الحاجات اللي عايزين نعرفها عن الانفلونزا كبريفنشن عندنا تو تايبس من الفاكسين زيه زي البوليو انا ممكن استخدم للاتينيويتد فيروس وده هيتاخد ساعتها انترانيزال سبراي وده هيبقى نفس المميزات يديك لوكال اميونيتي ويديك سيستميك اميونيتي وكمان ممكن يعمل هيرد اميونيتي هو اللي عنده الفيروس ده لو عطس الفيروس هيبقى سبريد ده ليه بقى سبريد في الهواء الكيلد فاكسين ده بيتاخد انجكشن ونفس الكومباريزن بالظبط بينها زي بتاعه البوليو بالظبط السكين والسوك تمام ما ننساش هنا بقى الدراع بتاع الكيمو بروفيلاكسس هنشوف هنا في الانفلونزا انه في ادويه ممكن تستخدم في الكيمو بروفيلاكسس اجينست الانفلونزا اسمهم امانتادين والريمانتادين دول عباره عن انتي فايرال دراجز بتوقف الريبليكيشن سايكل بتاعت الانفلونزا كان زمان بنستخدمهم كادويه للعلاج لكن عشان حصل ديفلوبمنت اوف ريزيستنس من الانفلونزا فايروس اجينست دلوقتي بنستخدمهم فور بريفنشن اونلي طب التريتمنت يا دكتور دي ايه الانفلونزا تريتمنت استنى بس عشان الرقمين دول نعرفهم لما حكيت لكم اللي بيحصل تشينج سبريتش ايه والان ايه بقينا نسمي الفيروس باسم التشينجز دي يعني هو اسمه انفلونزا A H و N طب لو ال H اتغير يبقى H1 N0 H2 N1 H5 N1 هو انفلونزا تي طب انفلونزا الخنزير ده اسمه ايه؟ بس ما تنساش الايه في الاول لانه تايب A H1 N1 وصلت شباب؟ يبقى دي كانت الفكره بمنتهى البساطه التريتمنت بتاعنا في كل حالات الانفلونزا هو الاوسيلتامافير تمام هو ده الدراج اوف تشويس وقلنا يا جماعه بنستخدمه فور تريتمنت بس مش فور بريفنشن عشان ما يحصلش ليه ريزيستنس زي الامانتادين والريمانتادين اللي احنا بنستخدمهم دلوقتي فور بريفنشن نرجو ان ننعم بالدنيا فنبث بساحتها الدينا فنبث بساحتها الدينا عل الرحمن يرى منا خيرا يرضاه ويجزينا عل الرحمن يرى منا خيرا يرضاه ويجزينا خيرا يرضاه ويجزينا